ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الاستراحه. الفطيره طلعت معانا، عايزه اوريها لكم. لا يعني الجبنه الموتزاريلا لا باس بيها، كويس. شوف كده مع بعض، وانا قطعت واحده سلايدز منها عشان تشوفوها. كان في احد المصورين بيناكشنا وبيقول لنا القطعه دي شكلها وحش قوي في الكاميرا، فلو سمحتوا هاتوا انا اكلها عشان اخلص لكم منها. بصوا الجمال من الفطاير الحلوه. طبعا انتوا بقى قفلوا الجناب براحتكم زي ما انتوا عايزين، بس هي يعني ما خدتش وقت في التسويه، وفي نفس الوقت اي بواقي عندنا في البيت هي تمشي على شاكله البيتزا، وتقدروا تحطوا لها اي حاجات حلوه تطلع فطيره جميله جدا تستمتعوا بيها. انا التوست الابيض هنزل مقاديره اللي احنا عملناه، هو نفس الفكره بالظبط ونفس اللي عملناه في التوست اللي بالشوفان هستخدمه في التوست الابيض، لكن هنزل مقادير التوست الابيض لانه بدي الابيض الاول عشان حضراتكم تشوفوا التوست اللي احنا عاملينه في البيت برده شكله عامل ازاي. وهو نفس القالب ده التوست الابيض بعد ما انتفخ عشان حضراتكم تبقوا شايفين شكله. وانا بقى ممكن اعمل ايه، انا ممكن اخد كده من الميه على خفيف خلاص، واحلى حاجه انه يعمل كده من فوق قشرة خفيفة عشان يطلع مقرمش ويقعد معايا وتشوفوه زي ما انتم شايفينه كده. طبعا في الفرن قبل ما بيطلع لما بياخد اللون الحلو بدي رشة بس ببخاخ كده، رشة مية خفيفة من فوق. ننزل مقادير الأول بعد إذنكم التوست إذا تكرمت. التوست الأبيض، التوست الأبيض ليه خطوتين. الخطوة الأولى إن احنا هنعمل نص كوباية مية وثلاث معالق كبار دقيق الاول. عارفين كده ايه زي العجينه اليابانيه لما كانوا بيعملوا بيها وصفات، ده تقريبا محسن طبيعي يعني انتم مش هتحتاجوا لمحسن. وعندنا الخطوه الثانيه ثلاث كوبايات من الدقيق وثلاث معالق من اللبن البودره ومعلقتين ثلاث معلقتين بس من الخميره صغيرين، ومعلقتين من السكر كبار خلاص. وبعدين عندي للخليط نفسه عندي بيضه، الخطوه الاولى بيضه ونص كوبايه لبن وثلاث معالق من الزبده، وللدهن بدهن زبده اذا انتوا حابينه يبقى دسم، مش حابين خلاص هتكتفوا بزيت الزيتون وكاني ما فيش زبده خالص. ده خلاص الميه والدقيق بنحط معاه البيضه والزبده واللبن ونقلبهم كلهم مع بعض، ويبقى ده الخليط اللي زي العجينه كده اليابانيه. وبعدين نضيفه على باقي الخليط اللي عند حضراتكم المكونات الجافه، ويتقلبوا كلهم مع بعض ويتحطوا في القالب بعد ما بندهنه زبده او زيت زي ما انتم عايزين، وبسيبه لما يخمر يرتفع بالشكل ده. بدخله الفرن على حراره 220 او 200، وبعدين بياخد اللون الحلو من فوق. عايزه بقى ارشه رشه ادهنه براحتكم، انا ما دهنتوش بديله رشه ميه، بيطلع اللون ده بالظبط وهو كده مش مدهون. لو عايزين تدهنوه بيض مفيش مشكله خلاص. وناخد مدام منال. يا اهلا وسهلا حبيبتي مدام منال، تسلم ايديكي على التوست الجميل ده. يا رب يخليكي حبيبه قلبي، تسلمي حبيبه قلبي. صباحك زي الفل. صباحك خير يا رب. وانا بقول بقاء لله في الكيس الجميل ده، انا كنت بحبه جدا قوي برضه والله، وانا كمان بحبه بصراحه. والف سلامه على الاستاذه بنت الاستاذه ندى يا حبيبتي. الله يخليك، ربنا يبعد عنكم باي شر جميعا يا رب. امين يا رب، احنا وحضرتك وكل السامعين يا رب العالمين. تسلمي. كنت عايزه بس استاذنك يا شيف عظيمه، اتفضلي. اسال على الطعميه السوري من اللي بالحمص. اللي بالحمص، لازم تنقعي الحمص كويس قوي. نعم لازم تنقعي الحمص كويس، ما بيتسلقش. هو انا بقشره زي الفول المدشوش؟ لا 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 ليه؟ لا طبعا ما بيتقشرش، بيتعمل زي ما هو بس بعد النقع، عشان في ناس بختلط عليها الامر بتسلق. هو ما بيتسلقش، بيتنقع من بالليل الصبح ونص معلقه من بيكربونات الصودا علشان الغازات، وبينفش وتغيري ميته على الاقل مرتين تلاقيه نفش وتضاعف. وزيني بقى وتعايشي مع المقادير بتاعتك هيطلع ممتازه. احنا ان شاء الله عاملين طعميه الاسبوع الجاي. ان شاء الله عاملين طعميه الاسبوع الجاي، شوفيها معانا. خلاص ماشي، استناك الاسبوع الجاي. حبيبي بالحمص ولا بالفول؟ والله انت لو عايزاها بالحمص نشقل بالمقادير مفيش مشكله خالص. نعملها لك بالحمص. حاضر من عينينا والله. صباحك زي الفل. تسلمي مدام منال، في حفظ الله حبيبه قلبي. احنا هنعمل النهارده الموز البلدي، جميل طعمه حلو، ويمكن مغطيه ما بينزل في الموسم بتاعه بيغطي على الموز المستورد وبيبقى طعمه احلى وجميل وليه طعم كده. لو لقينا بقى فيه البقع السوداء والحاجات دي، عايزه اقول لكم افيد موز اللي بيبقى اسود. عارفين حتى البيبيهات الصغيرين ما بيدولهمش الموز او يبداوا يدولهم الموز اللي هو
بقى طري خالص وبقى كده عشان يقدروا ياكلوه ما يشرقهمش. فوائده بتبقى كمان مفيده جدا. قشر الموز احنا اتكلمنا عنه قبل كده، مفيد للبشره قوي لان هو بيشد البشره وبيمنع من الخطوط اللي بتحصل جنب العين. هنعمل النهارده بانكيك بالموز لان الولاد ساعات يحبوا فطار سريع، ساعات يحبوا ياخدوا معاهم المدرسه. تعالوا كده نقول مقاديره، وانا هسخن هنا الطاسه وهنعمله ايه يعني حاجه سريعه كده وبسيطه. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بينا نعمل مع بعض البانكيك بالموز. عندي اربع موزات، وعندي ثلاث بيضات، وعندي كوبايه وربع لبن دافي، وعندي كوبايه وربع ميه دافيه، وعندي ثلاث كوبايات دقيق، اربع معالق سكر، معلقه كبيره من الخميره الفوريه. هو ده الايشو في الموضوع. طيب هناخد كده بوله كبيره، بسم الله، وخليني الاول المفروض اهرس الموزات، بس انا بقى عشان الوقت هضرب في الخلاط وهذا افضل. لو عايزينه تحسوا ان هو مجروش كده مفيش مشكله. بصوا الموز اهو، هقطع كده الموز هنا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. برضو من الحاجات المغذيه، عايزين تعملوه بالدقيق ده يبقى مكانه دقيق شوفان هيطلع طعمه احلى، او دقيق قمح مفيش مشكله. تستخدمه للناس اللي عندها عايزه تستخدمه بحليب جوز الهند برضو هيبقى اجمل، يعني نقدر نغير في الوصفه وبدي لحضراتكم بدائل تريحكم. طيب هاخد الموزه الرابعه كده، حطينا كام موزه يا ولاد؟ دي الرابعه، انتوا عديني الموز ماشي. حبايب قلبي جدعان جدا. طيب هاخد كده البيض، بسم البيض ده بيض بلدي من ابو كام. بسم الله الرحمن الرحيم، هنحط البيض. البيض غالي بس يعني ايه ما يغلاش على اولادنا طبعا. بسم الله، ينفع ببيضتين بس، بس طبعا البيض عشان بلدي انا مستخدمه ثلاثه لان هو اصلا حجمه صغير. فحضراتكم لو تستخدموا بيض ابيض او احمر استخدموا بيضتين ما يجراش حاجه، حجمهم كويس. معانا مصطفى، اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا بيك يا فندم، ازيك يا استاذ مصطفى؟ ازيك يا شيخ، عامل ايه؟ الحمد لله، ربنا يبارك في عمرك يا فندم. الله ينور عليك، في ايديك وتسلم ايديك يا فندم. الله يخليك يا فندم، تسلم. لو سمحت انا شغال حلواني بره. ما شاء الله، اهلا وسهلا. عايز اعرف لو انا ما حطيتش اللي بلح الشام بيض ايه اللي هيحصل له؟ هيتنفخ زي ما بحط له بيض ولا لا؟ والله انا عملته من غير بيض، ممكن تشوف الحلقه على اليوتيوب وتقول لي رايك. انا عملته من غير بيض وعجنته بايدي كده لحد ما العجينه بقت طريه، وحطيته في الجيب الحلواني وقصيته وطلع معايا ممتاز وهش. هينجح معاك جدا. استاذ مصطفى اين انت؟ ارجوك شوف الحلقه وجربه وقول لي. هستنى مكالمه حضرتك في وقت تاني اذا استقرمت. بسم الله. احنا فين الفانيليا يا حبايب القلب؟ يا حبايب القلب ليه يا حبايبي؟ ها؟ ليه؟ انتوا ايه يا حبايبي؟ هات يا محمد فانيليا لو سمحت. هات فانيليا عشان ممكن ايه؟ خلينا عشان الولاد، احنا بنقول للولاد ما احنا لو كنا هنحط قرفه كنا هنستعير عن الايه؟ عن الفانيليا. تعالوا بقى ناخد الخليط القمر ده نحطه في البوله اللي عندنا اللي احنا اتفقنا هنضيف فيها كل المكونات. الموز ده كمان عايزه اقول لكم مفيد للشعر جدا، بيمنع التساقط. وعايزه اقول لكم كمان بذور الكتان فيها فوائد للشعر والبشره كتير، بيغلوه مع ميه وبينقعوه شويه وبيرشوه، يعني طبعا بعد ما يتصفى اوعوا تحطوه بالبذر عشان ما يدخلش في شعرنا. طيب ناخد كده بس ذره من الملح. عايزه اقول لكم دي بقى الحاجات اللي بتعوض الكولاجين بتاع البشره، مفيد جدا عشان كمان التجاعيد. عايزه اقول لكم الموز ده هايل، ونسبه بوتاسيوم كمان كده. في ناس بقى بتحط عليه كمان صبار، صبار طبيعي يديله كده، او نسبه زيوت عطريه على حسب. ادي الفانيليا عشان ما حدش يزعل. بصوا عايزه اقول لكم قشر الموز ده مفيد لحب الشباب جدا. تعرفوا الولاد لما بيطلعوا كده في سن المراهقه احيانا بيطلع لهم حبوب شباب كده، الموز مفيد ليها جدا. اهم حاجه كمان اي التهابات في البشره، بس اهم حاجه كمان تنظيف البشره طول الوقت، ان احنا ننظف البشره بشكل دائم. خليني بقى اخد كده شويه ميه، بخف بقى انا كده حطيت نسبه لبن واخف بشويه ميه.
عايزه اقول لكم بقى ايه البروتين الطبيعي للشعر. بنحط موزيه وزيت زيتون ومعلقه عسل نحل وزيت جوز هند، دول بقى على الشعر 45 دقيقه وبعدين يتغسل. وامشوا بقى على الموضوع ده كده مره ممكن كل اسبوع او اسبوعين، وقولوا لي ايه الاخبار وافتكروني يعني. كده كده كده، خليني ايه اقلب انا بس، عايزه الخليط يخف يوصل يبقى خليط زي الايه القطايف التقيله، عارفين؟ بس كده، انا مش عايزه اكتر من كده خلاص. انا عموما هوريكم، بس احنا طبعا هنعمله عادي جدا بالزيت على طاسه. خليني اسخن الطاسه. المفترض بقى بصوا دلوقتي انا باقي لي ايه؟ باقي لي الخميره، ادي الخميره، انا مش حاطه بيكنج باودر، معلقه صغيره خلاص. هقلب كده وازود شويه الميه لفتره. المفترض ان انا اسيبه شويه يخمر سنه زي القطايف، عارفين لما بنعمل القطايف؟ ده بالظبط نفس الفكره، كل الفكره ان احنا هنا ضايفين موز. اللي عايز بقى يضيف رشه جوز الطيب، رشه قرفه، مفيش مشكله. عايز يضيف اي حاجه، رشه قرنفل، حاجه من اللي هي الحاجات الحريقه او زنجبيل، او يدي تيست وطعم، مفيش مشكله. اهو شايفين ازاي؟ اهي هوريها لكم بالمعلقه. ليه يا روح قلب مامتك؟ يا روح قلبي هينجح ان شاء الله باذن واحد احد. كده تعالوا بس ايه نسخن دي شويه حلوين، وناخد شويه زيت ولوش. بسم الله، انا بس ايه امسح هنا، لو في اي ميه تمسحوها طبعا. نقطه زيت كده، وممكن زبده على فكره لو انتوا حابين يعني. اوبا، طيب هجيبها دلوقتي. بصوا امسح هنا كده حتى الجناب كويس، وخلي المنديل ده جنبي. وبعدين المفروض اسيبها شويه، لازم يختمر، لازم. هاخد ايه من هنا، عايزين نديله بس تخانه شويه. ونقدمه اول بس ما يبدا ايه، مش عايزه بس النار هنا عاليه قوي، مش عايزاه يتلسع جامد. ده بقى يتقدم عليه يا اما الميربل سيرب بتاع البانكيك، يا اما عسل ابيض، يا اما شوكولاته، صوص شوكولاته دارك، الشوكولاته الخام، او ميكس ما بين الشوكولاته اللي باللبن وشويه من الدارك تدي طعم، او اعمل له صوص اللي بالكاكاو الخام يبقى صحي وحلو. تمام، بتطلع بقى اهي، ده شكلها. هنطلع دلوقتي، يتحط بقى فواكه، قطعوا عليها مثلا لو في فراوله، في كيوي، في تفاح، يتحطوا الولاد ياكلوه كده، بيبقى جميل جدا جدا. طبعا هي لازم الخميره تخمر، انا بس طبعا ايه علشان الوقت، وما ينفعش اسيبها وقت طويل من اول الحلقه افصل بين الوصفه والاخرى، لان حضراتكم لما بتيجوا تدوروا او تعملوا سيرش على اليوتيوب في وصفه، ما ينفعش ابقى بادئه بوصفه وتلاقوني بنتهي بيها في اخر الحلقه، فالناس بتبقى محتاجه فيديو معين. بصوا الفقاقيع دي بدات تخمر سنه، لكن مش الايه، مش التخمير اللي انا عايزاه. فين اللي هي دي الاسود اللي بشيل بيها الرابر يا محمد انت؟ اه اهي خلاص لقيتها. بصوا كده نجرب، يا رب بس ما تكونش ايه اتلسعت جامد. اهو خلاص بيطلع بقى، تطلع جميله. كل ما تخمر تديكوا الفقاقيع دي وتبان وتنجح هتبقى رائعه. والطعم ده المحروق ده اللي فيه مكان الزبده او الزيت بيدي تيست حلو في الاكل قوي، عارفين زي الفطير لما نقرمش الفطيره ونيجي نحطها في اللبن او في الزيت سكر وتاكلوها تلاقوا طعمها كده مختلف. بسم الله، اهو شايفين ازاي؟ اهو الناحيتين اهم. خلاص نبدا بقى ايه، طب اعمل لكم واحده كمان لو في وقت، لو مش فيش قولوا لي. لا نعمل واحدة كمان. بسم الله، ماشي حبايبي، بسيط وسهل وجميل. أهم حاجة بين كل مرة والتانية أنظف البان. ليه بقى؟ عشان لو اتلسعت مني واحدة أبقى أنا لما أجي أحط التانية ما تدينيش لون بسرعة غامق عن اللي أنا متوقعه. خلاص، أنا بحبها مقلوظة شوية يعني كده حلو، مقلوظة شوية. يا فندم مدام حضرتك ملفوفة بس لفة جامدة شوية. بصوا كده
نشيل الحاجات دي عشان ما تسيب اثر. حتى لما باجي اعمل الايه الكريب دي لسه اول ما تشد بس، بصوا بقى هتعمل فقاقيع كده. طبعا هي المفروض انها تعمل اكتر من كده لما تكون خمرت. قولوا لي يا نودي، اول ما تعمل بابلز. ايوه بابلز، بصوا كده اهي. بس انا طبعا عايزه تتماسك شويه عشان لسه عجين، سيبوها مش هاجي ناحيتها. اهي نلزق دي هنا كده، دي نمسحها. هشرب القهوه اللي عملها لي. الوحيده اللي يعني ايه عملت لي قهوه وهي بارده حلوه كمان، صح يا دودي؟ ايوه صح. هوبا واروح بقى هنا دول، اروح لماهم كده. تروح داخله هنا تحت وتبقى تمام في ثانيه. انا مش عايزه اقول لكم لما جيت اجرب اعمل كريب زي ما جوزي كان بيعمله، هو بيعمله كده، هو ما شاء الله عليه شاطر فيه قوي. تقريبا كانوا حريفه كريب يعني، مامتهم كانت بتعمل في البيت كريب كتير. وبعدين قلت له اديني بس يعني لحظه واحده اجرب. انا عملت كده، انا ما اعرفش هي راحت فين، بس انا ببص كده لقيت بنتي كل ده كده، فقلت تمام زي الفل، اتفضلي حبيبتي انا هديكي شاور، انا المسؤوله عن هذا الخطا الفظيع البشيع. فيعني وارد، عارفين حضراتكم لما ايه الواحد يبقى. تسلم ايديكم حبايبي. بصوا بقى كده اللي انتوا بقى حابينه تحطوه. احنا عندنا صوص، ممكن نجيب كده شويه صوص؟ ممكن ممكن. فين تحت عندي؟ اه طيب يا حبايبي ماشي، سمعتكم يا قطايط. الله يا امامير يا حلوين انتوا. بصوا بقى اوبا اهو. اه ممكن نعمل كده. بصوا بقى مين اللي مش عايز؟ طيب اهو نحط بقى شريحتين موز كده في الفوق، ايه رايكم؟ ها عشان يبقى بس شكلها امور كده ما يبقاش يعني. تمام بصوا كده احنا بقى هنعمل ايه؟ هنشيل دي عشان دي فيها التكت بتاع الموزه، هناخد واحده كده. لا يا روح قلبي. خلاص كده واحده كمان حلوه. والايه ونستعرض بقى الحاجات الجميله دي. عايزين بقى تحطوا ايس كريم بعد الظهر، الولاد بقى يعني مثلا ذاكروا حبايبي كده وعملوا مجهود وعايزين تديهم حاجه تديهم كده باور، ماشي هيتبسطوا بيه قوي قوي، وخصوصا ان هو فيه فاكهه طبيعيه. قدموا بقى معاهم شويه كيوي، شويه حاجات لطيفه اهو. يلا بينا بقى ونجيب ده. تمام ونستمتع بقى بالايه بالاكل اللطيف الخفيف. واعملوا بقى التوست في البيت، عايزين تحتفظوا بيه في الفريزر ما تقطعهوش. حضرتك هات بعد ما يبرد ويتهوى هتجيبيه تغلفيه بالستريتش وتحطي ورق زبده فوق، ورق زبده وفوقه فويل. وكل ما اجي احتاج شريحه او اتنين هقطع وهو مجمد، هاخده كده بالسكينه المنشار دي واقطع كده واطلع الشريحتين بتوعي واقفله تاني واشيله في الفريزر. كل ما حضرتك تحتاجي تعملي كده. هو ده الطريقه الجميله اللي نقدر نحافظ بيها على التوست، ما كان ما طلعوش بره يعمل ريحه وبعد يومين احس ان انا مش قادره استخدمه. ولو في الحاله دي حصل كده جففوه في الفرن وادوله تحميصه خفيفه واستخدموه بقسماط، استخدموه يتمسح عليه جبنه، المهم يتاكل على طول. انا طبعا هستمتع يعني باراء حضراتكم بالكومنتس اللي هتجيلي على الصفحه، وتحيه وحب وتقدير لكل اصدقائنا اللي بيشوفوني من خلال شاشه قناه الاهلي. واسمحوا لنا دلوقتي نستعد مع حضراتكم في استراحه علشان نستقبل الفقره الطبيه في انتظار حضراتكم.